بلا جنسية ولا حقوق مدنية لهم، بعضهم دون تواريخ ميلاد، والبعض الآخر يعيش باسم لاجئ. البدون السوري، أطفال ضائعون. أصل القضية: منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، توزع اللاجئون السوريون في عدة بلدان كتركيا ولبنان والأردن وغيرها ليكمل السوريون طريقهم، ومعه استمرت الولادات التي رفعت من أعداد الأطفال، لكن دون مصير يذكر لهم، أطفال دون الجنسية السورية. ففي تركيا وحدها ولد أكثر من 450 ألف طفل سوري وفق الإحصاءات الرسمية. وفي لبنان سجل في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 130 ألف طفل، فيما تشير أرقام الحكومة اللبنانية إلى 260 ألف ولادة سورية. وتقول منظمات حقوقية أن 70% من هؤلاء الأطفال لا يحملون أوراقاً ثبوتية. بينما في الأردن فقد بلغ عدد الولادات أكثر من 123 ألف ولادة، بالإضافة لعشرات الآلاف من الولادات في دول اللجوء. معظم هؤلاء أطفال لا يملكون أي أوراق ثبوتية سورية، وهم فعلاً بدون جنسية إن كانت سورية أو غيرها. فما هي الأسباب؟ تتعدد الأسباب وراء عدم تسجيل السوريين لأطفالهم، بداية من التكلفة العالية وانتهاء بالمشاكل القانونية على الأبوين. التكلفة باهظة الثمن. ستيفي نيوز أجرت حواراً خاصاً مع أحد السوريين المقيمين في تركيا، والذي نجح بتسجيل طفله في سجلات الحكومة التابعة للنظام السوري، وقال: تبدأ العملية بتوكيل محام في مناطق النظام السوري، تتراوح أتعابه ما بين $100، وقد ترتفع وصولاً إلى $1000. وتلك العملية تتم في حال كان زواج الأبوين مسجلاً رسمياً في دوائر الدولة، ويمكن تثبيت الأطفال في قنصليات النظام السوري المنتشرة في عدة دول منها تركيا، والتي قد تكلف مبالغ أكثر بكثير من ذلك المبلغ. لذلك يلجأ الكثير من السوريين إلى الاكتفاء بتسجيل أطفالهم لدى المفوضية العامة لشؤون اللاجئين فقط. أما ثاني الأسباب فهو عدم تسجيل الزوجين لزواجهما رسمياً في سوريا، والذي يكلف مبالغاً باهظة ليس باستطاعة الكثير تحملها، بالإضافة للمشاكل السياسية والقانونية على بعض السوريين، مما يجعل طريقة تثبيت زواجهم أو أطفالهم عملية معقدة جداً. ويأتي السبب الأبرز: الظروف القاسية والصعبة التي يعيشها نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين. أي مصير ينتظر هؤلاء؟ يعول أغلب اللاجئين السوريين على الحصول على جنسية ثانية، مما يخولهم من تثبيت أطفالهم والحصول على جنسية، إلا أن ذلك الاحتمال ووفق مراقبين يعتبر ضئيلاً. ففي كل الدول التي هاجر إليها السوريون حصل نسبة قليلة منهم على جنسية البلد المضيف، فيما يعول البعض على العودة إلى سوريا وتثبيت أطفالهم، إلا أن الواقع يقول غير ذلك. فمع مرور السنين وازدياد أعداد الولادات في الخارج، يمكننا القول بأن جيلاً كاملاً من السوريين سيكون سورياً بالاسم، وأن عدداً كبيراً من الأملاك في سوريا لن تجد من يرثها، ومعها سينخفض عدد السوريين في الداخل. ومن وسط هذا المصير المجهول، هل ستفقد سوريا أبناءها مع مرور السنين؟